واش الخوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فلوق جديد، واخا حنا غنبداوه من النهايه. ها هو يلاه كان معايا برشيد وعثمان، قلت لهم صورت الفيديوهات وما بديتش البديه، حنا بدينا لكم من النهايه. السوق راه اخوه، ولكن تبارك الله صورنا لكم، تبارك الله فيديوهات زوينين كانوا في المستوى. واخر واحد جينا عنده خلينا نسالوا معاه كل شيء، تصور معاه كل شيء، تباع وشرا في اليوم الله يسخر ليه. وجينا عنده نشوفوا ان شاء الله الطويرات اللي عنده ضروري. اليوم جي واحد المفاجاه، درنا معاه فيديو حنا وبو عادي، درنا معاه واحد الفيديو تسطينا بالضحك. وهذا برشيد صاحبنا وحبيبنا ومن اطيب خلق الله في القريعه، وراه دار واحد لاشين يوتيوب حتى هو، لا خلق فيها وكيبيع ويشري فيها اللي خاصه شي طويرات. مرحبا به في لي كاناري. قول لهم رشيد لاشين ديالك. رشيد محب الطيور المغرده. رشيد محب الطيور المغرده. ها انتم بالرجوله الخوت شاو، واخا يدخلوا واحد ولا جوج المهم غادي تحمروا لي وجهي. المهم تدخلوا عنده الطيور غير مغرده، ليس بمحب لها. رشيد محب الطيور المغرده. الله يحفظك الله يحفظك. والله يعمر هذا برشيد من اطيب خلق الله، الرجوله وهذا الخبره عشيرنا. انا غنوريكم دابا الطويرات اللي جيب اليوم الذهب في القريعه. اليوم جاب طويرات ناضين شي حاجه زوينه، وجيب ضيف مفاجاه خليكم معنا انا غادي نوري لكم. مرحبا انا الخوت، كيف ما كتشوفوا طويبله ديال با عثمان. ها هي اللي هذه، خليها الباص هذه، خليها ابار هي الاخر. انا الطويرات اللهم بارك. عند خويا يوسف هذه ديالي، بقى وحده والله الا بقى وحده. اللي بغاها الخوت مرحبا به. سولوني على الدراري بالله. بقى وحده، بقى عندي وحده الله يسخر لهم. ها انتم الخوت، انا الجمال تبارك الله كيف ما كتشوفوا اللهم بارك. طويرات كاين عندو هنايا الريد فاكتور، كاين بياسات تبارك الله ديال جاسبي، كاين الموزايك روج، كاين الاوبال، كاين البورتر فايو. كيف ما كتشوف طويرات تبارك الله زوينين، كاين موزايك روج، شي حاجه زوينه. با عثمان خويا العزيز هنايا الثمن منين؟ هادو وليدات ديال ريد فاكتور بحال دابا. هادوك موزايك روج باقي غادي يزيد في الصحة. هادو موزايك روج للاشاره الخوت. موزايك روج كيخرج بحال هكا وليدات، والموزايك جون كيخرجوا صفرين كاملين بحال اللي عندي انايا في الدار. عاد بين الصحة خويا يوسف بحال اللي في الوسط. بحال دابا هذا هو الوسطاني. هذا كيصفي دابا، كيدير صفي، كيتماسكا راسو، كيدير ضربات جنين وحاج. انا عندي جميع المراحل مرحله من شهر جوج لشهر سبعه. انا تبارك الله الثمن هنا يا عثمان ابتداء. انا اخويا العزيز عندي واحد الليمونين عادي دايرين 90 درهم 80 درهم. بالنسبه للموزايك روج الوليدات دايرين 220 درهم. انا في حاله البياس هذه الريد فاكتور دير 250 درهم. دير 300 درهم. انا الريد فاكتور تبارك الله كيف ما كتشوفوا بياسه تبارك الله زوينين شي حاجه اللهم بارك. الموزايك روج فينا هو؟ موزايك روج هو عندنا. اجي نكملوا هنايا انا كيف ما كتشوف الخوش، كاين هنايا الريسيسيف، كاين الموزايك روج، كاين ريد فاكتور، كاين بياسه الموزايك روج، ولكن جون ما كاينش. جون كاين موزايك جون، كاين واحد بياسه موزايك جون راهي. كوبلات هنايا شحال؟ هنا كوبل ديال 600 درهم. 600 درهم كوبل. بالنسبه للروج بالنسبه للجون البلون ريسيسيف هاد الكوبل فوق الكثبه. جوج بياسه دايرين 350 درهم البياسه، يعني 700 درهم الكوبل. 700 درهم الكوبل. 700 درهم الكوبل. هنايا ديال ريد فاكتور راهي واجده تبارك الله، راه كتصفي واجده تبارك الله 2021. المهم هنايا كاين ريد فاكتور، كاين الموزايك روج، وكاين الفوق كاين الجاسبي، وكاين شي بياسات ديال الاوبال. هنايا لي بيك خوشي لي كالوبسات اللهم بارك. كاين عندنا الفاس بلون، كاين لوتشينو، كاين البيرلي، كاين تبارك الله بياسة شباناشي شي حاجة زوينة. هنا كلشي مدريسي ولا السوفاج؟ واحد مدريسي هو اللي جيتك اخويا راه كياكل في الزوانة. هذا راه بدا كيدريسي. يلاه بدا كيتشطم. هذا يلاه بدا كيتشطم. ايزابيل هات لي ايزابيل اللهم بارك. هو وهنا كلشي سوفاج ياك؟ كامل سوفاجين تبارك الله. فاس بلون اللهم بارك شي حاجة زوينة تبارك الله. الثمن هنا عثمان؟ عثمان الثمن هنا؟ 350 الفاس بلون. شنو براش هذا؟ تبارك الله والله الا ثمن مناسب اخوان. شحال الاخر؟ شحال الاخر؟ 350 350 درهم 400 درهم جيري. انا تبارك الله هذا يكون بورتر البين وياك. والله كان خارج من 20 البين اللهم بارك. عاد طير عندي هو البيرلي انا اللهم بارك. بيرلي تبارك الله كوجاك بيرلي فاس بلون اللهم بارك. 350 درهم. اللوتينو اللوتينو 400 درهم. انا عاوتاني فاس بلون عاوتاني هنايا تبارك الله. المهم اليوم راه عثمان راه جيب من كل فنين طرب، كلشي جيبينو. وهنايا عسيله كيف العاده، عسل ديال الدغموس، عسل ديال الليمون، اي حاجه بغا شي معلومه على العسل اللي بغا يتخدى مرحبا به. هنا الماكله ديال الوليدات تبارك الله حتى هي جايبه ديال 5 كيلو. هذه راها واحد الشركه كيف ما كتشوفوها، هذه التاكيل اللي داو اللي بغا يوكل الوليدات مرحبا بها. هما راه كيبيع بتخفيض. عثمان عثمان انا كتشوف
عثمان هنا كتبيع بشخصين كنبيع بسكات 100 غرام 25 درهم حتى 200 غرام 50 درهم كيف ما سمعتوا 100 غرام شحال 100 غرام 25 درهم و 200 غرام 1000 ريال هاي الماكله ديال الوليده شي هذه كيف ما كتشوفوا وهنايا عندنا عريس الحلقه وعريس اليوم اللي هو هذا البوكوس هذا وهذا الخيبره هذا غنخلي لكم واحد الفيديو ديالو دابا غادي تشوفوه هو با عادي الخلقه هو جابوا عثمان بغى ياخذوا عقلوا الاخوان هذا دوكا فما يديروا لكم شي فيديو الاخ عثمان قول ايش بدنا عسيله بغى ياخذوا عدو عادي الساعه عثمان قالك عز عليه سيدي قال غيدي معاه للدار عادي ما كشافش لك هاني الله يسخر الامور الله يحفظك كيف ما شفتوا الخوت كانت هذه اللقطه مع ابو عادل انا طوير اللهم بارك لا شي حاجه زوينه تبارك الله كيف ما كتشوفوا عثمان هذا واش خليه لك ولا واش بيع لا غنخليه راه اش خليه والله الا هذا هو العشيه هذا يكون العشيه ان شاء الله غنشوفوا عثمان عيطي نشوفوا طرقوا معاه في الدار راه ما كاين لا عندنا ما كاين حتى شي حاجه تبارك الله ماشي شي نوباك فيه والله ما قلبته مره عمر 4 شهور دابا ياك قال لي مولا عنده 4 شهور والله العظيم شنو قال لي وكاين اش داير الباك في شكل خويا زعما قريتوش لي كاع نهائيا عشقته تبارك الله طويل اللهم بارك زوين صراحه هاد لي بيك خوش يكونوا مويه ماشي لي بيروكي اللي كاين بحال دابا الارا ولي غابوني انا هادو عزيز عليا هادو كنفضلهم لا ماشي كويكر كويكر كاكاريكي الكروبيون لي بيكروشي لي موين لي ماشي كبار كنفضلهم ولا لي بيكروشي كاملين اكثر هيك يدويو كيحافظوا كي ريبيشي وكاملين والله يسخر فيا با عثمان حيد نضربوا دويره نشوفوا الطويرات اللي باقين واخر كلامنا كيف ديما عسيله عسيله يلا قول 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 عسيله 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 اوه شي كيف يقول عسيله عسيله انا اللهم بارك ايوا الخوت ما بقى لنا نوضو ندورو دابا نشوفو الطويرات اللي باقين واخر كلامنا الله يدير الخير ابو يوسف الله يدير الخير الخوت اليوم هاد السيد راه اول مره غادي يجي نصور معاه هاد السيد راه فنان اقسم لكم بالله شاف فنان ومن اطيب خلق الله الله يعمرها دار ما كيجبد حد ما كيدور بحد اقسم لكم بالله شكي يبدع كيجيب شي حوايج في سوق قريعه وكندخل انا راك قلتها لك واحد النهار ياك مشيت عندك كندخل انت انا كنعرفك وانت كاع ما كتعرفني كنت كندخل نتفرج فيه اقسم لكم بالله شي السيد فنان كيدير داك الشيء عن حب وعن عشق كيصايب شي حوايج اللي يكون صايبهم شركه وكبرات داك الشيء وليفراتهم للحوانت غيكون شي حاجه اكسترا اوردينير تبارك الله شي حاجه عنده زوينه هنايا انا غنوريكم اش جيب واخا اليوم كانت الشميشه وكان السوق ناعس ياك ابو شاكيب المهم اللي خاصه شي حاجه غنخليكم المراه ديال ابو شاكيب وغنوريكم لي زاكسيسوار اللي جيب اليوم تبارك الله شي حاجه ديال الطيور الله يسر الامر ابو شاكيب ونشوفوا اللعيبات اللي جايب ان شاء الله انا الخوت كيف ما كتشوفوا اول ايقونه غادي نشوفوها عند ابو شاكيب هي هذه اللهم بارك هذه ابو شاكيب ترامب ترامب اللهم بارك من صنع يداوي شي كلمات عليها ابو شاكيب نزيد تعرفوا عليها اكثر اولا هذه بلاستيك سير غولفانيز فيها القفز الاول يدار فيه تا هو الطوار يدار فيه طويه هنا فيه السرير والفراشه ديالو كيف ما تشوفوا راه السرير هذا الا سي كتخاف ليا كلها من الطويار ولا شي حاجه راه كاش هنايا كاين فيه بالسرير ديالو هو الباب كيف ما كتشوفوا وهنايا كاينه كريه هنا لتحت ديالو حتى هي بالمعيلفه كبيره وحتى هي بالسرير ديالها الفراشه ديالها اللهم بارك شي حاجه مصنوعه عن حب الاخوان وشي حاجه تبارك الله بدع فيها السي شاكيب الثمن ديالها هنايا تقلى شويه تقلى كدور
اه الناس ديك شويه عشاقت شي تخرج الطبيعه تصيد شي طويرات انا اللهم بارك لهم تبارك الله في المستوى شي حاجه اخرى وبشاكي بشي جديد هاك الصور شوفوهم هادو عوامات ديال الطويرات انا اللهم بارك كيف ما كتشوفوا هادو راهم عوامات كيتحلوا من هنا هذا الاول الباب ديالهم كيتحلوا كيلصقوا في الكاج ياك كيتحل من هنا وكيلصق في الكاج دابا هي الكاج جوا تيفاتيو راه الوقت تعمر شويه د الماء وكيلصق في الباب هنايا اه اه كيلصق في الباب من تما تبارك الله اي واحد انت تلقى كيلصق في اي اه وعوامه ديال الطويرات كيدخل هنا الطوير كيعوم دابا هذه تحل هذا هو الباب اه كيلصقها في الباب في الباب بلا ما تلصق في الكاج كامل اه انا اللهم بارك كاينه هذه ترونسبارو وكاينه هذه خضراء هذه ديال كاج صغيور اه انا تبارك الله الاخوان كيف ما كتشوفوا وهنا باقي الشرابات ديال هنايا الشرابات كاين تنجيبو موتور كي تباعو كاين هادو ديال البيض هادو اللي بغا يدير فيهم البيض اللي بغا يدير فيهم خضره شي حاجه هما حتى هما كيتلصقوا في الكاج ياك اه اه, آه بالقلب ديالو يتحط الوسط اه المهم الخوت هادو هما لي زاكسيسوار اللي جيبنا اليوم اه كدير لهم هذا بلاصه ديال هذا غولفاني في شام سي بي هذيك دير فيها السي بي كدير فيها ديال المقني اللي باينه قير من القار ديالو هاي شي انا اللهم تبارك الله شي حاجه عند با شاكيب راه شي حاجه صنعيه داوي شي حاجه زويونه اللي خاصه اي او اخوان نقول لكم اللي جا للقريعه وخاصه اي حاجه راه يدور عند با شاكيب اي حاجه عجباتك جي تعاون الخير في التعاون والله يسخر لك الامور با شاكيب انا اللهم بارك انا تبارك الله الله يحفظك لينا با شاكيب شكرا لك بزاف وراك والله يتعزز علينا ماشي شي قدام الكاميرا ولا شي حاجه اقسم لك بالله شارك عزيز وهذا الانسان راه فنان الله يسخر لك امور با شاكيب راه الناس كيشرفوا الولاعه ماشي اللي كيطيحوا بالولاعه تحياتي لك واخر كلامنا الله يدير الخير